يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء شعائر الحج، حيث قاموا برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق في منى. هذا وتستمر مناسك رمي الجمرات حتى يوم الخميس قبل يوم من انتهاء مناسك الحجاج وعودتهم. وعرب حجاج عن سعادة بالغة لتمكنهم من أداء مناسك الحج هذا العام بعدد محدود، حيث اقتصر الحج على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بواقع 60,000 شخص شريطة تلقي اللقاح. والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالماسكات والتعقيم والحاجات دي كلها حاجة جميلة جدا، وكورونا خدمتنا في الحج السنة دي، كان حج رائع. العدد قل بس اتمتعنا اكتر، والاجراءات الاحترازية ما منعتش من اي حاجة، ولا منعتنا من طلوع جبل الرحمة، ولا منعتنا من اداء المناسك، ولا بل اديناها باحسن ما كنا متوقعين. الامور كلها كانت ميسرة ولله الحمد، وخصوصا من ناحية انتشار هذا الوباء، نسأل الله عز وجل ان يرفعه عن الامة وعن بلاد المسلمين وعن العالم اجمع، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع.